الباب الذي يؤدي إلى منزل وزير العدل ماري كوري. وصل منذ بعد الوقت عدد من أهالي شهداء المدفأ، إضافة إلى عدد من الثوار إلى هنا إلى بيت الوزير ماري كوري في الحاسمية. بعض اللافتات الآن كتبت على الحائط المباشر أمام منزل ماري كوري. خليني أسأل ويليام، ويليام شو عم تنطوا على الحيطان وليش وصلتوا لهون؟ هذا أول شيء لأنه رحنا عند الوزير من جمعة، هلا مش قادر يعني تجمع بالضبط الأوضاع مختلفين ببعض ومش بدأ العالم. المفروض الوزير لازم يرضى يتعلم، هلا هو حو بعتقد بمجلس الوزراء، خليه يسمع ويصوت وبعتقد صوته بيوصل على المجلس. كملوا على الباب ضغط على الاوضات يشتغلوا، وزير هذا اللي له حق يضغط على الاوضات يشتغلوا، امر اللي يعملوا اجتماع كل يوم لانه شكله محكمه التمييز. كملوا مين هذا شباب الاطفاء؟ عدينا الاسامي، هو الاسامي رح يضلوا للابد معنا. كملوا اسم احمد قعدان وعملتوا اسامي كل الشهداء اللي ذاكرينهم، اكيد في كثير شهداء. بعتقد المفروض القاضي اذا هلا هو ما محب مجلس الوزراء يقولوا اللي الحكومه خلي في مشكله بمجلس القضاء الاعلى سياسيه، عملوا تشكيلات قضائيه، يعينوا محكمه التمييز، خليه يرجع التحقيق يمشي، لانه مش هنقول اذا اثنين طرف مع القاضي بطرف او ضده، هنقول المفروض يكون في محكمه التمييز تعين قضاه يرجع التحقيق يمشي لصحه التحقيق اول شيء، وجاي شيء ايش الوطني بعتقد هي الاولويه الوطنيه، مش الاولويه الوطنيه اللي لك نفسها بيروت. طيب مثل ما ذكرت انه هذا وزير العدل موجود بالشاذ. هي بنعتقد هيدا التحرك، هيدا القصه ليال. نحن مصرين فوق جوا نسمع عائلة اللي احنا ليش جايين هون، غيروا ليش نحن هون. عرفت احنا لا عم نكسر ولا عم نكتب نحن شو بدنا اياه، نحن عنده على المكتب وحكيناه والظاهر صوتنا مش واصل وصوتنا مش واصل على مجلس الوزراء، كان في اساس موعد مع رئيس بيدي على اساس حكي مع الاهل يكون موعد رئيس بخصوص الاهرامات ومحكمه المجلس قضاء اعلى، شكله رئيس مجلس كمان عم يتنقل في ضغط سياسي، المشكله وحده محكمه التمييز في ضغوطات سياسيه على المشكله، نحن طول ما المحكمه مش بشكل طول ما التحقيق اجى يمشي التحقيق نحن انه اصلا بدنا نتفرج على التحقيق، بس بعد اليوم وصلنا لهم كاتبين هون بس اكيد مش حنضل نتفرج، وصلنا نحن بنكسر بيوت وقت اللزوم. مش هنكتب شو بدنا رح نكسر. فيشرف حدا يا من عايز وزير اكثر من رد الراي عندك، يا حدا يفتح يقول لنا نحن سامعينكم او مش سامعينكم، ما فيك نحن نسمع صوتنا وبس.